أدان المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة بشدة اليوم الهجمات الإرهابية التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس أمس وخلفت عشرات القتلى والجرحى. وجاء في بلاغ المجلس يتقدم على إثر هذه الأحداث المقيتة بأصدق عبارات التعازي وأعمقها لأسر الضحايا ولكافة الشعب الفرنسي، كما دعا كافة المواطنين للتسلح بقيم التعايش النبيلة بغية التصدي لمثل هذه الأعمال الوحشية التي تمثل تهديدا للإنسانية جمعاً.